دالجيت، أنا مبسوط لأنك بريء وما تعاقبت بقضية أنا مسؤول عنها. هي إرادة ربنا يا سيدي، وأنت كمان ساعدتني كتير بالمحكمة، شكراً كتير على مساعدتك سيدي. يا ترى في حدا اتصل فيني؟ قصدي اتصال من صيبة سيدي. بصراحة أنا اتصلت فيها، المحامي عطاني موبايله وسمح لي اتصل، بس طلع موبايله مسكر. أنت تعرف أي شي عنه؟ ليك دالجي، أنا قول شوفي. هاد رامفير الشاب اللي ساعدته مرة يطلع من هون، اجا لعندي وقال لي اني اعطيك هدول الاوراق. رامفير؟ سيدي هدول ورق طلاق، والصيبة وقعت عليهم. شوف هالتوقيع. رامفير قال لي اني خبرك على شغلة، الصيبة راجعة معه على الهند، هو وصاني إلك هالكلام. لا لا سيدي، انا متأكد انه في سوء تفاهم، لانه مستحيل ترجع معه سيدي. عن جد رامفير قال هيك؟ ايه صدقني، هي هي الحقيقة. بس مو معقول يصير هيك ابدا. لا مو معقول تعمل هيك ابدا. صيبة بتحبني كتير انا متأكد. نحنا كتير كنا مبسوطين مع بعض. صيبة ما بتعمل هيك. هي وعدتني ما تتركني، رح تضل عم تستناني، وقالت لي كمان بدها تستناني محل ما تركتها منشان بس اطلع روح لهنيك. لا سيدي لا، حبيبتي صيبة ما بتعمل هيك. هذا ابي ما رح يتغير ابدا. انا خبرتهم اني راجع على هي الرحلة، يعني المفروض يبعت شي حدا مشان يستقبلنا. شكراً رانفير، هذا هو بلدي الحقيقي، وكل شي هون بذكرني بدالجيت أكتر من لما كنت بلندن. هالشي غريب مو هيك؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.